بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا اليوم سأتأمل معكم طريقة التكاثر العجيبة جدا لهذه الحشرة، وهي تدعى دبور الخشب. انظروا أيها الأحبة، لديها إبرة دقيقة جدا ورفيعة ومدببة مثل المنشار، مثل المثقب، تقوم بثقب جذع الشجرة لتلقي ببيوضها في الداخل، سبحان الله، لتضمن لها الغذاء. طبعا انظروا كيف تقوم بغرز هذه الشوكة أو هذه الإبرة الحادة جدا، مع العلم أن خشب الصنوبر شديد الصلابة، إلا أنها تقوم بحقن البيوض عبر نفس هذه الإبرة، سبحان الله. هذه البيوض ستدخل وتستقر داخل جذع الشجرة وتتحول بعد فترة إلى يرقات، تتحول أحبتي في الله إلى يرقة كما نرى أمامنا. هذه هي اليرقة، بعد أيام عديدة تتحول البيوض إلى يرقات. ولكن هنا المفاجأة، هناك حشرة أخرى أيضا لديها مثقب أكثر دقة، لديها إبرة طويلة جدا كما نرى هنا، هذه الإبرة تقوم أولا بالبحث عن هذه اليرقات بعد أن تكبر، تبدأ بالبحث عن هذه اليرقات وتتحسس من خلال ترددات صوتية، تتحسس وجود هذه اليرقات أو يرقة معينة في مكان معين، ثم تغرز هذه الإبرة بشكل دقيق جدا وتحفر في نفس الشجرة التي ألقت أنثى الدبور بيضتها فيها أو بويضاتها فيها وكبرت وتحولت إلى يرقات. انظروا هذه الإبرة التي تشبه المثقب، تثقب ولكن في الاتجاه الصحيح والدقيق، هي تعلم أن وراء هذا الجزء هناك يرقة نمت وكبرت وستحقن بيضتها فوق اليرقة، سبحان الله. انظروا أيها الأحبة، هذه اليرقة التي نمت يرقت دبور الخشب، نمت بشكل جيد، فجاءت أنثى أخرى من نوع آخر وهي من نوع الدبابير، وتحقن إبرتها داخل هذه اليرقة، تحقنها ثم تفرغ عليها بيضة، ستفرغ بيضتها. طبعا هذا رسم 3D، هذه هي الإبرة بعد أن أقحمتها، تفرغ كما نرى هنا، تفرغ بيضة طويلة، شكلها طويل. انظروا أيها الأحبة، في البداية تخدر هذه اليرقة لكي لا تتحرك، يعني أولا تقوم بثقب هذه اليرقة وحقن مادة مخدرة فيها، سبحان الله، يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة. ثم تخرج هذه البيضة لتلتصق باليرقة الكبيرة لتكون غذاء لها. هذه البيضة ستتغذى لأيام عديدة على هذه اليرقة المخدرة، سبحان الله، التي حقنت فيها مادة مخدرة لتشل حركتها، ولكنها تبقى على قيد الحياة كغذاء لليرقة الجديدة. إذن اليرقة الجديدة تتغذى على يرقة الدبور السابق أو أنثى الدبور السابق، سبحان الله. يعني أنا هنا أيها الأحبة أود أن أتساءل، من الذي علم هذه الحشرة الأولى
أن تضع بيضتها داخل خشب الصنوبر؟ ومن الذي علم الحشرة الثانية أن تأتي لتتطفل على يرقة الحشرة السابقة؟ ومن الذي أعلمها بمكان اليرقة مع العلم أنها لا ترى؟ يعني كيف علمت بوجود يرقة في هذا المكان بالضبط؟ ثم تنمو هذه الحشرة الجديدة وتخرج كما نرى سبحان الله من جدار هذا الخشب وتكرر دورة أمها. هي لم تشاهد الأم عندما ولدتها، ولم تشاهد أنثى الدبور الآخر عندما وضعت البيضة، ولم تشاهد أي شيء. هي خرجت للحياة مبرمجة لتقوم بنفس العمل. خرجت للحياة كما نرى هنا، تخرج هذه الدبابير خارج الشجر وتكرر نفس العمل سبحان الله. يعني تتزاوج مع ذكر ثم تأتي إلى شجرة جديدة وتحقن هذه البيوض لتكبر، ثم تأتي حشرة أخرى فتضع بيوضها فوق هذه اليرقات. والله أيها الأحبة، لا نملك ونحن نرى مثل هذه المشاهد إلا أن نقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه رسالة أيها الأحبة لكل من لا يؤمن بالله، لكل من يعتقد بالطبيعة أو يعتقد بنظرية المصادفة. نقول له كيف علمت هذه الحشرات بهذا العمل المبرمج؟ من الذي برمج هذا العمل في دماغها وهي لم ترى أمها ولم ترى أي شيء؟ هي خرجت من داخل الظلام لتقوم بنفس العمل بدقة مذهلة. إنه الله سبحانه وتعالى الذي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالإله الذي ضمن الرزق لهذه الحشرات الصغيرة قادر أن يضمن الرزق لعباده من البشر الذين يدعونه. لذلك أيها الأحبة لا تيأسوا من قلة الرزق، بل اجتهدوا في الدعاء، لأن الله هو الغني وهو الكريم وهو الواسع سبحانه وتعالى، وهو القادر أن يرزق عباده، وهو القائل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.